يا صباح الخير. ممكن بلحظة تنقلب كل حياتنا ويتغير طريق حلمنا، وممكن بابتسامة صغيرة تتحقق كل شيء بدنا اياه، ولكن ما ننسى نتكل على رب العالمين. يسعد لي صباحك يا ورد. صباح الخير لك يا نور، ما في احلى من الكلام اللطيف اللي بديتي فيه مع بداية الشهر الجديد 1 آذار 2020. إن شاء الله يا رب يكون شهر خير وبركة على بلدنا الحبيبة سوريا وعلى كل المشاهدين اللي عم يتابعونا داخل وخارج سوريا، وأكيد إن شاء الله يكون خير وبركة من وإلى الشيف بشرى عزيز اللي بترافقنا يومياً بوصفاتها اللذيذة. شو محضرة يا شيف؟ صباح الخير. صباحك شيف. صباح الخير، إن شاء الله يكون خير على الكل يا رب. آمين يا رب. رح نعمل اليوم نوعين معكرونة، عندي لفائف السباجيتي وعندي باستا مع بيستو السبانخ. لفائف سباجيتي، هي أول وحدة سمعتها صح؟ صح. تمام، كيف لفائف سباجيتي؟ هلا بعد شوي بنعرف. تماما، السباجيتي رح نعملها بطريقة إنه نلفها، أكيد يعني طبعاً. طريقة حلوة للتقديم. تكري واخترعي ونحن بنقول لك الله يعطيك ألف عافية على طول، شكرا يا شيف. شكرا كثير لك يا شيف. أظهرت دراسة جديدة إنه وجود الأخت بالأسرة ممكن يخلي البيت سعيد وبيحمي من المشاعر السلبية، وأيضاً نوهت الدراسة لفكرة إنه الشقيقات بيحموا بعض من الإصابة بالاكتئاب أكثر من الأشقاء، على اعتبار إنه الفتيات بيميلوا للتكلم عن مشاعرهم أكثر من الفتيان. هذا الشيء ممكن يخليهم مؤتمنات على أسرار البيت. شو رأيك يا ورد؟ صحيح، وجود يعني الأخت بالأسرة ممكن يخلي هذا الشيء يبث السعادة ضمنها. أكيد البنت بتكون هيك مصدر روح وفرح ولطافة، يعني كل أب بيكون عنده صبيان وبتجي بنوتة بالأخير بيأكد هذا الموضوع، وكل أب عنده بنات أصلاً وما عنده صبيان بيقولك لا منيح عندي بنات حنونات أكثر ما يكون عندي شاب شقي يعوفه مثلاً الساعة الحياة اللي شافوا فيها. هلأ ممكن أي أب بعد ما يتزوج يقول إنه أنا بدي صبيان، بعد ما يجي الصبي وتجي البنت تختلف هاي المقاييس، يشوف إنه البنت أحن بالبيت تماماً. وجودها هو سعادة وخير وبركة وقت بتحن على أبوها وأمها وحتى أخواتها، وحتى بيقولوا كل فتاة بأبيها معجبة، فلذلك بتكون أحن على أبوها وبتكون أقرب لأمها صديقة والدتها، وبتكون هيك النغاشة فيها والحنونة والدلولة. يعني هلأ ما بدنا ناكل حق الشباب كمان أكيد. بس كمان البنت بتعطي طابع كتير حلو على كل أسرة. على كل حال، بصفحتنا على صباح الخير على قناة سماع على الفيسبوك طرحنا سؤال بيقول هل فعلا وجود الأخت بيجعل الأسرة أكثر سعادة؟ شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على البوست اللي عم تشوفوه على الشاشة. هلأ رح نروح سوا لشارع سوري ونسمع الناس شو جاوبوا كاميرا صباح الخير لما سألناهم ذات السؤال. برأيك وجود الأخت البنت بالبيت بيخليك أكثر سعادة؟ إيه أكيد، شيء أكيد. والله هي شغلة استثنائية بالحياة، يعني شغلة كتير كتير حلوة. بحس لأنه وإذا ما كان عندي إخوات بحس حالي وحيدة، بس وقت صار عندي أخت حسيت حال عندي رفقات وعالم حد ألعب معه بالبيت. أكيد كتير ضروري، كتير مهم. طبعاً بعد الأخت ما في، الأخت هي الأم. أتمنى يكون عندي بس ما عندي لا أخ ولا أخت. عندي أخ كبير وعندي أخ صغير، واحد أصغر مني وواحد أكبر مني، يعني بتعرفي كيف. بتحبي لو عندك أخت بنت؟ إيه كتير، لأنه أخواتي الصبيان بيضربوني. إيه طبعاً أكيد، أنا وأختي يعني كتير صحبة، فهو شيء أكيد. إيه أكيد. نحن هي غريب، نحن صبيان كلنا أخوات، فهي هي الوحيدة البنت، وهي وكمان البنات لطيفين، فأحب يكون عندنا بنت. البنت بالبيت يعني هي حنان عطف، هي يعني لمسة يلي ما عنده منها بيفقدها. أنا ما جربت هالشعور بس بتوقع شيء حلو. والله كتير بس أنا من ناحيتي بتخانق مع أهلي كتير، بقى ما بحب البنات بالمرة. أخت بالبيت تفرق عن الأخ؟ يعني كل واحد له نكهة؟ أكيد إذا بنات على بعض بيفهموا أو شباب على بعض يعني أكيد بيكونوا صحبة أكتر. يعني والله البنات هو بتحس نشاط أكتر، قريبين على بعض يعني بهالشكل. دائما البنت غير الشاب بالمرة، يعني ضل قاصل وضل هن الروح بالبيت، يعني معروفة البنت بالبيت أحلى من الصبي. وهلأ رح ننضم نحن وأنتوا للشيف بشرى لنبلش بطبق اليوم وتعطينا المقادير. تفضلي يا شيف. شكراً. رح نبلش بالطبق الأول اللي هو اللفائف السباجيتي، أكيد المقادير وطريقة التحضير.
مقاديري اكيد اول مكون عندي هو السباغيتي، مسلوقه نص سلق، يعني ما تركتها تستوي على الاخر. عندي حبه بصل، حبتين ثوم مفرومين ناعم، عندي ربع كيلو لحمه، كوبين بندوره كمان مقشرين ومفرومين ناعم، عندي معلقتين دبس بندوره او ربل بندوره، عندي ملح وفلفل، زعتر يابس معلقه صغيره. هلا المكونات رح قليهم تقريبا باربع معالق زيت زيتون، وعندي اخر مكون اللي رح ضيفه هو كوب اشقوان. رح بلش بالتقلاية الخضرة، رح حط تقريبا اربع معالق زيت زيتون، رح بلش بالبصل، البصل مفروم ناعم تقريبا بصلة، طبعا رح اترك الخضرة هيك تدبل شوي تبلش تتقلى. هلا بعد البصل رح ضيف ثوم، حبتين ثوم مدقوقين ناعم، حطهم مع البصل. هلا بعد ما يدبلوا شوي رح ضيف اللحمة، بعدين بلش ضيف البهارات، بعدين عندي الرب البندورة، بعدين البندورة. هلا هذا الصوص اللي رح يكون مع اللي رح يتقدم مع السباغيتي او اللي رح ينحط مع السباغيتي. اكيد انا فيني يعني هذا الصوص هو اختياري، انا ممكن احضر اي نوع صوص انا حاببته مع السباغيتي، ممكن اضيف انواع خضره اكثر، ممكن كتر كميه اللحمه ومثلا بدون الجبنه، يعني انا حطيت ربع كيلو لحمه مع كوب جبنه كحصه بروتين يعني تكون متناسبه، بس اكيد اذا ما بدي استعمل الجبنه ممكن كتر اللحمه، او بالعكس يعني اذا بدي استعمل جبنه اكثر ممكن الغي اللحمه من الوصفه واتركها بس خضار مع جبنه. هلا هون بس لحتى يدبلوا شوي رح نحكي كيف سلقنا السباغيتي. سلقتها بعد ما غلت المي، حطيت ملح. هلا بالعاده بنكتر شويه ملح وقت بنسلق المعكرونه اكيد مشان ما تفرط معي وتضل متماسكه. بعد ما استوت نص استواء صفيتها ودغري بحطها تحت مي بارده لحتى اوقف الطبخ، يعني انا اذا تركتها بدون ما احطها بمي بارده هي رح تكمل طبخ ورح تستوي لمرحله اكثر من اللي انا بدي اياها، فمشان هيك بس صارت نص استواء دغري بحطها بمي بارده لحتى توقف طبخ، وبحاول انه وهن مبلولين بالمي اني صفهم لحتى يسهل علي اللف. هلا رح نشوف كيف رح نلفهم للسباغيتي المعكرونه. هلا هون بلشت عندي يدوب البصل والثوم. هلا رح ضيف اللحمه ورح قليهم مع بعض، لبين ما ضيف اللحمه وقليها مع البصل والثوم رح اترككم هلا تشوفوا ماده عن مكوننا الاساسي بالطبقين اللي رح نقدمهم اليوم اللي هي المعكرونه، اكيد فوائدها ومضارها اذا كثرنا منها. وبنرجع رجعنا لنكمل باقي مراحل طبقنا لليوم. هلا اللحمه تقريبا صارت جاهزه عندي، يعني تقريبا لسه فيها اللون الاحمر. رح بلش ضيف البهارات، عندي مثل ما قلت زعتر يابس تقريبا معلقه صغيره، رح ضيف فلفل، عم بستعمل فلفل اسود، ورح ضيف ملح، ما بكتر ملح لانه عندي ربل بندوره مالحه، وعندي المعكرونه اصلا وقت سلقتها كمان ضفت لها شويه ملح. هلا هون بس يتقلوا شوي رح احط ربل بندوره كمان اليون معاهم، عندي معلقتين طعام، معلقتين كبار،
هلا بس يتقلوا رح ضيف البندورة، كوبين بندورة مقطعين مقشرين ومقطعين ناعم، رح ضيف البندورة كمان. هلا هذا الصوص رح اتركه لبين ما تنشف ميته يغلي على النار. هلا رح نشوف كيف على السريع كيف رح السباجيتي كيف رح نلفها. هلا باعتبار انه انا سالقتها من قبل فهي يعني هيك شوي نشفت، رح استعمل مي وانا عم لفهم. مثل ما قلت يعني انا بحاول بعد ما اسلقها دغري هيك مدهم بطريقه طوليه لحتى يسهل علي لفها. ما بستعمل زيت ابدا بهي الوصفه مع المعكرونه لانه انا بدي المعكرونه تمسك بعضها ويلزق عليها الصوص كمان، فبطريهم بشويه مي. باخذ يعني الكميه اللي بدي اياها تكفي لحبه وببلش بلفها بهي الطريقه وبحطها بالصينيه. هلا بس استوى عندي الصوص ونشفت ميته رح احط تقريبا معلقة على كل حبة سباجيتي، بعدين رح احط الجبنة الأشقوان فوقها ودخلهم على الفرن تقريبا بدهم يعني شي 10 دقائق مو أكثر من هيك. هلا الصوص ممكن اترك فيه شوية مي لحتى كمان ترجع تغبى المعكرونة وتعطيني طعم طيب. هلا أنا رح كملهم هدول، أكيد رح اترككم تتابعوا باقي الفقرات. رح كمل المعكرونة وبس يستوي الصوص رح احطها فوقها ورح احط الاشقوان عليها. لا رح نشوف بالمرحله الثانيه الطبق الثاني واكيد بالاخر رح نشوف كيف رح تكون طريقه التقديم. لوقتها اكيد انا رح اترككم وبرجع لكم بالفقره الثانيه. شكرا يا شيف، واكيد طريقه التقديم حتكون جدا مميزه كالعاده. الله يعطيك العافيه. شكرا كثير لك يا شيف. مشاهدينا، الثقه اساس الحياه الزوجيه او اساس اي علاقه قائمه بين شخصين ودعم رئيسي للاستمرار بيناتهم، فكل ما كانت الثقه قوية بالعلاقة بين الشريكين كل ما كانت الاحترام والعلاقات الجيدة خلينا نقول بالسليم والأمور مستتبة بيناتهم. فمثلا إذا كانت الثقة مهزوزة بمرحلة من مراحل العلاقة هذا الأمر بيؤدي لفقدان بالمشاعر الإيجابية وكثير من التوترات على الصعيد الشخصي بيناتهم. أكيد ورد، نحن ما بدنا ننسى الثقة اللي هي أساس كثير كبير بهي العلاقة، ولكن الوسط الاجتماعي المحيط فينا والمواقف يلي عم تصير عم تخلينا نشك بأقرب الأطراف إلنا، وبالتالي هذا الشيء ممكن يأثر على طبيعة العلاقة وممكن يسبب مشاكل وخلافات عديدة. صحيح، يعني من الخلافات اللي بتكون بين الزوجين أهمها وبإحصاءات بتكون ضعف الثقة بيناتهم. هون ممكن يلجأ أحد الأطراف للتجسس على الآخر كنوع من الاطمئنان على أساس على مصير العلاقة بيناتهم، ولكن ببعض الأحيان بينقلب الموضوع لمرض اجتماعي ولازم نسيطر عليه. فكيف لازم نسيطر عليه وشلون وشو خطورة التجسس رح نعرف من الأستاذة حنان حموي مدربة بالتنمية البشرية كل هالتفاصيل. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك أستاذة حنان وأهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم كتير. ما بنقول هلأ عم نشوفه، هو من زمان موجود هذا الشيء بزمان. بعد ما بيكون بتصير في علاقة إن كان خطبة إن كان في زواج أو حتى معرفة لحد للإطمئنان قبل ما يصير أي موقف نحن بنعمل هيك تشييكة صغيرة لنشوف الطرف المقابل في عنده أي مشكلة، في خلل بشخصيته، في أي شيء ممكن يسبب توتر لهي العلاقة. برأيك ليش ممكن الرجال أو حتى السيدات بيلجأوا لحتى يشكوا ببعض أو يتجسسوا على بعض؟ هلأ التجسس هو أول فكرة اللي بتنبع منها هي التعلق الشديد والحب الشديد، وبصير بقى في حب الفضول لأني أنا أعرف تفاصيل أخرى عن الطرف الثاني، وبيكون بنفس الوقت ما في وضوح، فهو الطرف الثاني ما عم يلاقي وضوح من الشريك من الحبيب من الصديق، ما عم يلاقي هالوضوح اللي بده اياه. في مراوغه او احيانا هن هلا كالرجل هي المراه اكثر بتتجسس، الرجل بطبيعته ما بيحكي ما بيعطي تفاصيل، والست بتحب تاخذ تفاصيل كثير، فهي وقت تلاقي هالشيء مبهم قدامها فبتضل بقى بدها تشتغل عندها الرادارات وبدها تعمل وبدها تسال وبدها تشوف، وعم تصل لمرحله انه عم يوصفوا مين يراقب الزوج. هلا هي بدت الفكره من الغرب. من الغرب بدت لان هن عندهم اذا الزوجه
اثبتت على زوجها خيانته فهي بتاخذ نص املاكه طبعا بالانفصال والطلاق بالانفصال والطلاق الأملاك. فهي من هون بدات انه بلشت المجتمعات تشجع وهلا من جديد السنوات الاخيره عملوا مكاتب لتساعد الزوجه على مراقبه الزوج وحتى انه بتقدر تفتح حسابه البنكي اي شيء بتقدر كله مفتوح قدامها بدنا منهم لهدول يفتحوا لنا مكاتب وحسابات بسوريا يفتحوا فروع بسوريا لانه صار رجال عندنا ما بيعملوها لا بس في جروبات على الفيسبوك ما شاء الله يعني جروبات البنات هلا ناشطين بيعطوا نصايح جروبات البنات بيعطوا قصص ايه باللهجه المحليه بفيشوا للشاب يعني بحطوا صورته حدا بيعرفه هذا خطيبي هذا خطيب رفيقتي او هذا جوزي هذا اللي عم يصير هلا هذا كلياته كمان هذا النت نحن كثير السوشيال ميديا كثير ساعدت على تفاقم هالموضوع لان صارت الصبيه او الست بتفتح وين في افلام خيانه وين في برامج عن الخيانه وين في عن التجسس شو بتقدر تعمل اكشفي شوفي شغلات في زوجك الخائن بسبع خطوات تمام هي على اليوتيوب بقى بتصير بصير كل هدفها وكل تركيزها خلص لان حطت ببالها هالفكره فهي توجه كل تفكيرها هيك ما عاد شافت لا هيك ولا عاد شافت زوايا ثانيه ابدا وكل ماله هو مثل المرض كل ماله ما بيزيد وبيتمكن منه اكثر لان بيصل احيانا لمرحله غضب والغضب نحن بنعرف بيطلع الادرينالين عندنا فما بقى يشوف شيء قدامه الواحد خاصه تكون اي تصرف ثار غيرتها فهي هم ما بقى تقدر تتحمل السيطر. بتصير بقى والاستعانة مثل ما قال الأستاذ ورد إنه بتصير بقى استعانة بالصديقات وقليلي ومين ومين بتعرفي وعندك في كتير عم يخسروا شو أعمل وشو ساوي شو أعمل وعم يخسروا يعني هي عم تعمل خسائر مادية تمام. لأن صارت بدها تلاحقه هذا كلها طب يكلفها بدها موبايل جديد لحتى خط تاني في كتير حالات قولي ما في مشكلة بالخسائر المادية قدام الخسائر الاجتماعية رح تأثر على العلاقة والمعنوية جداً. بمعنى أنه تمام. عم ينشروا غسيلهم قدام العالم طبعا ممكن بعد ما تخلص قصص التجسس تبعها ترجع بقى بدها تبيض صفحة جوزها قدام الناس اللي شوهت صورته قدامهم تمام. ما عاد تقدر ما عاد يتقبلوا منها هالموضوع فهون منطرح سؤال قديش في أثار اجتماعية سلبية على هالموضوع كثير آثارة سيئة على الحالة الاجتماعية على جو المجتمع بشكل عام إذا كانوا مرتبطين يعني شوهوا سمعت بعض الاثنين تمام. فهذا الشيء ما حلو واحياناً كثير هي يمكن انا بقول 80% هي مجرد شكوك ما في إلها صحة نرجع بنحكي انه هو الرجل بطبعه لان ما بيحكي فهي الست ممكن يكون قاعد بمكان عام ابتسم لحدا هلا له معارف هو مو قاعد من كوكب جاي من كوكب ثاني له اصدقاء له معارف ضمن شغله ضمن دراسته فمو معقول يقعد هيك فممكن يوزع ابتسامة هاي لمين بعتها بيعرفها بتصير بقى بدها تشغل الرادارات عندها لتعرف مين هاي وشو صاير بالطرف الثاني الرجل وقت عم بيتاخر ليتزوج فبيتعرض لعلاقات كثير العلاقات منها عم بتكون مع متزوجات فهي كمان بتزيد عنده شعور انه لتكون اللي بدي اتزوجها خاينه ما انا كانت علاقاتي مع متزوجات هي كمان عم تعمل مرض اجتماعي هي كلها تآفه اجتماعيه عم تكتر وبتسيطر على التفكير يعني ما كل الستات مثل بعض ولا كل الرجال مثل بعض أكيد. الرجل يعني بيقولوا بالحب هو وفاء رجل واكتفاء امراه الرجل متى ما قرر يتزوج خلص اخذ قرار ما في انا هيك برايي يعني ممكن في شطحات وفي نزوات وفي هفوات بس في اسباب لها لحتى دفعته لهالشيء والست الشرقية كتير بتحافظ على سمعتها وبيهمها بيتها وولادها وبيهمها زوجها أكثر من أولادها بتصل لمرحلة اللي عم نقول آثار السلبية إنه بتهمل بيتها بتهمل شغلها بتهمل في مقالة كان عاملها دكتور أردني عم بيقول إنه أغلب السيدات أهملوا أولادهم يلي بسن المراهقة ففاتوا بمشاكل تانية هي مشان تركيزها على زوجها ما أنت هلأ ابنك أبدا في عندك بيت أبدا دراسة بريطانية عملوها استطلاع على 200 سيدة 100 سيدة منهم طلع عم يراقبوا أزواجهم 5% منهم عم بيوصفوا مين يراقبهم اوكي حلو فهي شغلة فعلا يعني زيادة حق العمل ما عليه فرصة عمل هون صار فرصة عمل مطلوب رجل لمراقبة هذا كلياته موجود على النت الست العربية بما انه صار الرجل بايده اللابتوب بايده موبايله صار في خصوصية له صار كل ما لما افكاره بتشتغل
طبعا اضف الى ذلك عندك الرفيقه بتساعد والاخت بتساعد والجاره بتساعد يعني بيجي هذا الناصح كله حد بيعطي يعني انه اللي بيعطيك النصيحه بس ليخرب بيتك تمام كله بيعطي من تجربته فانا ما بعرف شو خفايا التجربه بين هالاثنين ممكن يكون في عطل بالزوجه ممكن في تكبير للقصه فانا ما بصير اخذ انا شغل عقلي بدي شغل حدسي يكون انا في عندي وقائع 1 2 3 احلى شيء يكون في صراحه وصداقه بين الاثنين اكيد استاذه حنان نحن شاركنا موضوع فقرتنا للشارع السوري رح نروح نحن وياك والمشاهدين نسمع شو خبرونا ونرجع لنكفي فقرتنا في كثير ازواج بيتجسسوا على بعض شو رايك بهذا الموضوع تجسس غلط لانه ما في ثقه بيناتهم من الاساس ما بيكون في ثقه بده يتبع موضوع التجسس والله يعني هذا هي عدم ثقه بترجع لعدم الثقه طالما الانسان عارفان اللي يختار اكيد ما راح تكون موجوده تجسس بين الجوزين ما لازم يصير لا طبعا هي العلاقه معروفه يعني بين هو واحد هو مرته واثق من مرته بيعرف مرته كل واحد بيعرف مرته يعني هو غلط كثير مو صح انه كل انسان بيعرف شو حاله شو هو فالانسان هي جيده حتكون ياخذها مو حيكون واحده بده عادي وانا هذا رايي ما بعرف غلط مو بصير المرأة هي الحلقة الأضعف بمجتمعنا فلذلك دائماً تبقى تشوف هالرجل شو عم يعمل تجسس على زوجتك؟ لا لا أبداً؟ لا لا واثق فيه بتظن فيه يعني لازم تشوفه وين بيروح وين بيجي أنت تعملي هيك مع جوزي؟ لا ما فيني طب وشو بعدين صار يعني شو استفدت لانه كان يعني له تخبيصات ودائما في نسوان بحياته فدائما بدك تلوبي بس ما كان على زماننا موبايلات وهي لا لو كان في موبايل كنت جسستي والله ما بعرف ما بقول لك لا 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 ما بحبه يعني هالشغله هي ما عندي اياها والله بالنسبه للتجسس بعتقد المراه اكثر هيك بعتقد والله تقريبا نفس الشيء الاثنين هي نفس الشيء تقريبا هي المرأة بتضل فيها حنية لأنه وعاطفية تجسس هي أكثر المرأة إلى مرأة تدور هون وتدور هون ما بتقدر طبعها هيك النسوان بيكونوا أكثر ما بعرف هيك بيقولوا بس أما ما بظن يعني ما بظن إنه في هي الشيء يعني مثل ما شفنا تعددت آراء الناس تمام. إذا ما نحكي عن العلاقة بشكل عام إن كانت السيدة أو حتى الرجل ما ممكن يوصلوا لمرحلة الشك وانعدام الثقة وتبلش حالات وشغلات التجسس إلا إذا صار في موقف استدعى السيدة أو أكيد. الرجل لحتى يتجسسوا على بعض إذا صار هذا الموقف ما ممكن الثقة القديمة إنها ترجع تنبنى بدها وقت لحتى تترمم لحتى نكتشف إنه الشريك هو فعلا بلش صفحة جديدة هي المشكلة نحن كيف ممكن نعالجها بعد ما يصير هذا الشرخ أنا كيف بدي أعالج العلاقة ما بعد هذا الشرخ لأفتح صفحة جديدة وخفف من حالات التجسس إن كان بالنسبة للرجل أو حتى المرأة أهم شيء مثل ما حكينا الصداقة يكون أصدقاء لبعض الرجل غلط يحكي انه انا غلطت لا هو ما بيغلط هو بيضل عم ينكر لحتى يكون في اثبات فهو لا الاحلى انه يعترف يحكي بطريقه لطيفه ما بطريقه تبع انه انا وياكي ند لبعض لا نحن بدنا نمشي هالمركب وانا غلطت وكل هال في يعني يجيب لها امثله كثير وانا شو بدك انا جاهز والست دائما بكلمتين حلوين بتروق وعندها بيتها اهم اولادها اهم فهي وقت بتلاقي في مين عم يستوعبها رح تتنازل شوي والرجل وقت بده يشك بالزوجة فهون صار صفي الموضوع حساس شوي لأن يعني بيخص المرأة الكبرياء بيختلف بقى هون فهون بده يكون واضح وكتير صريح وما بدنا نقول حد بس بده يكون حازم تمام بده يكون حازم طيب في سؤال مهم جدا كنا عم نحكي فيه تحت الهواء في ناس بيعتبروا حالهم ليسوا بكاذبين إلا إذا اكتشفت كذبتهم يعني أنا مالي كذاب إلا إذا انكشفت بس إنه القيام بفعل الكذب لحاله ليس بكذبة إذا نحن عملنا شيء غلط وانكشف فصار غلط أما إذا عملناه أصلاً وما انكشف فنحن بالسليم كرمال هيك أحد طرفي العلاقة بيسعى ليبين الطرف الثاني ويورجي الدليل القاطع خاصة إذا الطرف الثاني بيكون مراوغ وبيكون يستشرف خلينا أقول تمام كيف بدنا نحن نوصل لحالة ما نكون
هيك ند لبعض بالعلاقة الزوجية، وكيف بدنا نبني جسور ثقة إذا أصلاً صار في تجربة وتجربتين من الخيانة؟ هلأ إذا نفس الشخص أنا عم لاقي كان زوج ولا زوجة أو لاقي تجربة بتنتين وثلاثة في خيانات، أنا برأيي الأفضل إنه عدم الاستمرار، لأن خلاص الطرف يلي عم يخون فهو مصر. وإذا في أولاد وإذا في سمعة وإذا في هي مجتمع، هي بقى الواحد بدي كل اثنين لهم حالة خاصة، بدهم يكونوا كتير عقلانيين وبده يكون في وعود حازمة إنه هذا الموضوع ما يرجع يتكرر. لأن كمان الوعد يا كمون، يعني ألف وعد بمسبحة مثل ما بيقول. بس كمان صعبة إني أنا أعيش، يعني صعبة، بيقول لك المثل إنه خاين وأمين، صعبة إنك أنت تعيش مع حدا ومأمن له هو عم يخونك أو هو مأمن لك وأنت عم ما زابطة، يعني فيها تعب كتير بتكون متعبة. بقى الأهم إنه نكون واضحين وحزم وحزم ونتجنب هالقصص كلها، يعني ما بدها يكتفي الاكتفاء. وأصلاً أعرف شو بدي بالبداية. تمام هاي أهم شيء إنه أعرف أنا شو بدي. بالختام ما ضل غير نشكرك أستاذة حنان على كل المعلومات اللي قدمتيها. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيكي. شكراً كثير لك وأهلا وسهلا فيكي. مشاهدينا، أمسية موسيقية أحيتها الفرقة الوطنية السورية بقيادة مايسترو أندريه الحاج قائد الفرقة الوطنية اللبنانية للموسيقى مع المغنية اللبنانية صاحبة الصوت الطربي الأصيل سمية بعلبكي على مسرح أوبرا دمشق. كاميرا صباح الخير رافقتون ورجعت بهالتقرير. معروف يعني السميعة بسوريا، يعني كان بدمشق بالشام ولا بكان بحلب ولا بكافة سوريا، زوقين تربوا على مدرسة السمع، وهذا بيكبر القلب ونفس الوقت بيعتل الهم. يعني أنا بأول أمسية كان في رهبة مثل ما هلأ في رهبة للناس، بس أنا بعرف محبة الناس يعني، وعلى أمل يعني يفرحوا بال ويتمتعوا بالعمل. يعني رح أقدم مجموعة من الأغنيات الطربية منوعة، لبناني المصري طربي، إن شاء الله يحبوا الناس. الأغنية السورية، اللبنانية والمصرية اجتمعوا على مسرح دار الأوبرا بأداء وصوت حنون قوي وإحساس عميق تسلل لقلوب المستمعين من دون استئذان. أنا ذاوبي لبنان ويهتف منها. مطربة أمتعت بصوتها الرائع سوريا قبل الحرب واستمرت بعشقها لدمشق ورجعت توقف على مسرح أوبراها، سمية بعلبكي غنت وأطربت كل الحاضرين. للحب من جهة لا لا ولا الأولى عالوا على ألم الجراح أرشها بندى الوداد للمرة الثانية يقف على أحد أهم مسارح دمشق الشاهد على ثقافات وحضارات لمختلف البلدان العربية والغربية، المايسترو اللبناني أندريه الحاج. البرنامج ما فيه أغاني للأستاذ فريد الأطرش، أنا قصدت يكون البداية للأستاذ فريد الأطرش بمقدمة نجوم الليل، وبما أنه ما كتير في البرنامج ما فيه رحباني وأنا رحباني الهوى، يعني في مقطوعة يمكن مش معروفة كتير اسمها رقصة الغيرة راح تكون بوسط البرنامج. يعني دمشق لا تموت، يعني باقي فيها حياة، باقي فيها ناس، باقي فيها فرح، باقي فيها موسيقى، وأنا جيت كمان لحتى يعني شارك هالناس وأنا أتشارك معهم هيك نوع من تثبيت وجودنا وحبنا للحياة وللفن وللموسيقى، لأنه هيدا كمان بحد ذاته هو مقاومة للظلام. أغاني أطربت جمهور الدار وفنانين عبروا عن حبهم لبلد ما زال محتفظ بجماله ودفئه رغم كل يلي تعرض له.
اضطراب مزعج للشخص ذاته وللأشخاص المحيطين فيه. الشخير حالة صنفت بالمرضية ولكن يمكن السيطرة عليها بمجموعة من الطرق والوسائل. وأهم الطرق والوسائل يمكن العلاج الجراحي ببعض الأحيان أو ممكن يكون في علاجات أخرى. شو هي أسباب ومضاعفات الشخير وشو هي آلية العلاج؟ رح نتعرف عليها كلها من الدكتور نبوغ العوة، اختصاصي بأمراض الأذن والأنف والحنجرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ نور. أهلا. صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أهلين. دكتور قبل ما نبدأ فقرتنا نحن وياك رح نروح نشوف انترو طبي تعريفي ونرجع نبدأ فقرتنا. تفضل. بيّنت أحدث الدراسات الطبية أن 30% من الأشخاص البالغين بيعانوا من الشخير و50% من مجمل سكان العالم. أكدت دراسة بريطانية أجراها باحثون بالمستشفى الوطني الملكي لأمراض الأنف والأذن أن النساء اللي بتتراوح أعمارهم بين 25 و 36 بيعانوا من صوت شخير عالي أكثر من الرجال، لكن حدة الشخير لدى الرجال بتكون أكبر مقارنة مع النساء بالفئة العمرية ما بين 55 ل 64 عام، وبتصل نسبة الرجال يلي بيعانوا من الشخير الشديد لل 45% مقابل 35% بصفوف النساء من هي الفئة. بعمر ال 75 عام بتراجع بصفوف الجنسين بدرجة كبيرة، وبيحذر الأطباء من أن الشخير بصوت مرتفع ممكن يكون مؤشر مبكر لظهور مشاكل الخرف أو ضعف الذاكرة. وتفاصيل أكثر رح نعرفها مع ضيفنا بالاستوديو. يعني من بعد هالإحصائيات اللي سمعناها حول العالم 50% من سكان العالم بفترة معينة من حياتهم تعرضوا لشخير، شو السبب إنه هالنسبة جدا مرتفعة وشو هي أسباب الشخير؟ هالأسباب الشخير إنك أنت عم تنفس من تمك، المفروض التنفس الطبيعي عن طريق الأنف فقط. التم الوظيفة الثانية هي الحكي والأكل. وقت تفتح تمك عشان تتنفس فالهواء الشهيق أو غالبا الزفير بيعمل هاللحن الصوتي اللي عم بيسمونه نحن الشخير. اما وقت بيطلع عن طريق الانف فما بيعطي ابدا شخير. شو بيصير؟ انه الهواء الداخل او الخارج غالبا الزفير بيصطدم باللهات الموجوده بمنتصف البلعوم، وهاللهات هي بتكون رخوه فبتهتز مثل بردايه عم يحركها الهواء فبيعطي الشخير. طبعا اذا كان متعشي عشاء ثقيل، اذا نايم مثلا نومه ما له مرتاح، رقبته مثلا مايل الى احد الجهات مطعوجه مثل ما بيقولوا باللغه، او تعبان كثير باليوم، او تعبان كثير الى اخره، فهي او سمين كمان البداني، فهذه الامور كلياتها بتزيد لحن الشخير. يعني يكون سيمفونيه تترقى سيمفونيه اولى ثانيه سابعه لحتى تصل لاخر درجات، فوقتها بده شريكه بده يترك الغرفه، يا اما بده ما شو بيعمل، بده يلاقي حل. تماما، فهو مرض شائع بكل الاعمار. ما فينا نحدد عمره ابدا، حتى الطفل بعمر اقل من سنه بيجوا الاهل لعنا بيقولوا عمي دكتور مرض وليس حاله. لا لا لا، هو عباره عن مرض لانه في له سبب، يعني ما هو انه ما انه والله عباره عن حاله عرضيه او حاله والله متعلقه بعادات او شيء، لا، عباره عن مرض له مسبباته. تمام. طيب دكتور، هل هي تعتبر اضطراب عصبي ام تنفسي هذا الشيء، فينا نعتبره؟ لا، هو قطعا اضطراب تنفسي وليس عصبي. يعني هلا وقت واحد بيعصب ممكن وقت بيعصب بيتنفس بجهد اكثر، بيكون متوتر او شيء بياخذ بده اكسجين اكثر، لحتى انه بحاله عصبيه عضلاته او تعب او شيء نرفز بيعض على حاله، الادرينالين بيرتفع ممكن، بس هذا مؤقت. اما عاده هي اضطراب تنفسي، عم يتنفس من تمه، يعني لازم ما يتنفس من تمه، بس يفتح تمه خلاص علقنا بما يسمى الشخير. تمام. طب دكتور، التشخيص بيكون هون بهالحاله شوي صعب، ما بعرف الا اذا كانت القصه السريريه تروى بشكل صادق وموضوعي. فلانه لما عم يجي المريض لعند حضرتكم ما عم يكون نايم ليشخر، بده مرافق يشرح حاله الشخير. غالبيه المرافق اللي بيشتكي عليه. طيب كيف بيتم التشخيص؟ هلا التشخيص انت بدك تفحص الانسان، لازم ما يكون في عائق ضمن الانف، اهم شيء انه الانف يكون مفتوح تماما، عم يدخل منه الهواء شهيقا وزفيرا بشكل كامل. اي شيء بالانف عباره عن رشح، خلينا ناخذ الامور البسيطه، التهاب انف تحسسي،
ضخامة القرينات أو الزوائد الأنفية اللي بيسموهن الناس، انحراف الوترة هو سبب أساسي ومهم لأنه بيسكر جزء كبير من الأنف بيطرف تحت أمه. إذا في عند الأطفال يسمى الناميات، عبارة عن زوائد أنفية تشبه اللوزات موجودة بآخر الأنف، هاي بتسكر له جزء من الفتحة الخلفية للأنف بيضطرها الطفل يفتح تمه. هلأ هاي الناميات عند الطفل بعمر البلوغ بتروح بتدوب 12-13 سنة، بس بيضل يشخر 12-13 سنة وبتأثر على الأذن الوسطى. ليش؟ لأنه هي موجودة قريب لنفير أستاش. نفير أستاش بينسد مع الدخل هواء للأذن الوسطى، بتشكل بيسموها العوام كيس مي، يعني بصير انسباب مصلي جوات الأذن الوسطى عواد الهواء، فبندخل بدوامة تانية بصفى في خطورة على السمع. فالأمور بتتطور للأسوأ عند الأطفال. عند الكبار نقص التنفس الصعب الجهدي بيسبب له نقص أكسجين، بيأثر على دماغه وعلى قلبه. كثير ناس بيكون نومه متعتر، فبعد فترة بصير عنده اضطرابات نظم قلبية، بيروح عند طبيب قلبية بيقول له عندك نقص أكسجين، راجع طبيب إذا أنف حجرة لحتى يحل لك مشكلة التنفس. طيب دكتور، ذكرت أحد الأسباب أنه ممكن الواحد تعبان خلال النهار أو متناول وجبة دسمة اللي ممكن تخليه خلال الليل يشعر بالشخير. طيب إمتى نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار أنه الشخير صار مرض، صار حالة تستدعي زيارة الطبيب؟ نعتبره مرض إذا متكرر على طول، يعني مو أنه مثلا أنا عابر كنت تعبان اليوم مالي نايم منيح، هذا يوم يومين مشخر وبعدين خلصنا، أو مثلا متغدي عشاء معزوم عشاء مرتب عازمني ورد عشاء مرتب مثلا، فضغط على معدتي أكلت زيادة فهذا ضغط على الحجاب الحاجز بيساوي عندي نوع من الشخير. هذا الشيء عابر، أما اللي كل يوم كل يوم كل يوم وزوجته راح تهرب منه فالأمور ممكن توصل لمرحلة كتير تفاقم الوضع معه. مشاكل يعني مع الأسف أهم مشاكل عائلية، الواحد بده ينام يرتاح، إذا بده ينام عم يسمع سمفونية تبع جاره فلازم يدور على حل وعلاجه. أهم شيء دكتور الشخص نفسه بفيق تعبان تماماً، بفيق مكسر، يعني الناس بتنام لترتاح وبفيق ماله شبعان نوم، تحت عيونه أسود كأنه مجهد جدا. صحيح. طب دكتور بهيك حالة نحن فينا نتدخل دوائيا، فينا نتدخل فيزيائيا قبل ما نروح للجراحة؟ هلا دوائيا اذا كان بدايه اسئله حضرتك انه ممكن يكون رشع عابر او احتقان عابر، فوقتها بنعطي ادويه مضاد احتقان، اطراد انفيه، بخاخات للانف لمده اسبوع بيطيب الرشح العادي، بس بشرط انه انفه يكون مسلك بالاصل، يعني ما عنده لا انحراف وتره ولا مشاكل عضويه، فهذا بيفيد العلاج الدوائي. اما عدا عن ذلك غالبيه الحالات ما بتكون عباره عن اصابه مرضيه، الغالبيه بتكون اصابه عضويه، يعني في عندي انحراف وتره، ضخامة قرينات، في عندي بوليبات بالأنف، في عندي تشوهات أنفية، انسداد، يعني أي أمور، أورام أنف أحيانا أورام سليمة أو الخبيثة، كل هاي بتسبب انسداد جزئي أو تام بالأنف فبتسبب لي الشخير. فهي لابد من حتى معالجة فيزيائية ما بتفيد، لابد من عمل جراحي. غالبية العلاجات بتكون بالشخير مع الأسف علاج جراحي. صحيح. دكتور كمان نحكي عن دراسة توصل علماء بجامعة جون هوبكنز الأمريكية لأنه الشخير قادر على التأثير بشكل سلبي على الشريك كونه بيسبب ارتفاع بضغط الدم لدى بعض من ينامون بجواء الشريك كثير الشخير، وبيبرر العلماء سبب تأثير الشريك سلبيا بأنه الشخير اللي عم يسمعه خلال النوم بيتسبب بنقص بمدة النوم وجوته. صح. مما يؤدي إلى إعاقة تنظيم الجسد لهرمون هرمونات التوتر، وهذا الشيء ممكن يرفع من ضغط الدم. يعني مو بس الشخص اللي عم يشخر، اكيد اللي عم يسمع الشخير كمان نوم ما في توتر، هذا عن جد اصعب من اللي عم يشخر، لمرحله بفيقون يعني تماما، لانه بصير مضبط نومته. احسنت، بصير مع توقف توقف تنفس اثناء النوم وهذا الاخطر، يعني ما بحس على حاله اللي مثلا زوجته نايمه جنبه بتلاقي توقف تنفسه تماما، بتهزه لحتى يغير نومته بيرجع. هلا اذا تكرر توقف التنفس ممكن يؤدي للوفاة. عندي سؤال يطرح نفسه من البدايه، ليش عم تقول زوجته بتفيقه؟ ليش ما هو يفيق زوجته؟ هلا انت عم تحكي اصابه الرجال اكثر، تحكي حكي كبير انا بتوتني متاهه لاول ما لقى نسبه اصابه الرجال بالشخير اكثر، لحن الصوت عندهم يا اخشن اخشن. هن عنده بعض النساء بعمر سيرتن اج، يعني بعد ما يتطور يعني يصيروا بعمر شوي كبير ببلش عندهم شوي شخير. ليش؟ لانه بصير عندهم ترهل بعضلات الحنك،
فبيفتح الفم أثناء النوم وبالتالي بيعطي لحن شخير. بس بيضل لحنه فيروزي. هداك لحن أوبرالي. فبتلاقي ففي فرق شتان بقى بين اللحن يعني بين فيروزي وبين أوبرا يعني في مشكلة كتير كبيرة. طيب دكتور خلينا نحكي عن المضاعفات يلي ممكن تحصل بحال عدم معالجة هذا الموضوع، وفتنا بموضوع الشخير صار حالة مرضية كتير كبيرة. هلا اذا عند الطفل حكينا بسبب له التهاب اذن وسطى مصلي اصابه سمع، عند الكبير بيساوي نقص اكسجين، وهذا مثبت انه بصير عنده نقص اكسجين، كميه اكسجين عم تصل لدماغه وعم تصل لقلبه قليله. هذا اللي حكى قبل شوي الاستاذ ورد انه بفيق تعبان منهك تحت عيونه ملون او الى اخره، لانه الاكسجين اللي عم يصله من تنفس الفموي اقل بكثير من الاكسجين من الانف. لازم انا اتنفس من انفي في اوعيه شعريه بتاخذ الاكسجين دغري من الهواء للدم للقلب لكل الاعضاء. اما اذا بدي اتنفس من تمي بدي استنى لاخذ الاكسجين من الرئه، والرئه بتوزع عنا الهواء لعده اجزاء، فبالتالي بياخذ نسبه اقل من الاكسجين. في تعبان راسه عم يجعه ماله صحيان، دائما بتلاقي عنده خمول وفي تمه نشفان بيكون تمه نشفان الى اخره. فاذا في عندنا مشكله تاثر على صحه المريض. ومثل ما تفضل ورد قبل شوي انه ممكن انه يوقف تنفسه او تفيقه زوجته او شريكه بالغرفه، فتماما بسبب توقف التنفس، هذا معروف علميا تنازل توقف التنفس هيك اسمه. اثناء انه بتوقف تنفسه تماما تطفي الكهرباء عنده، بيرجع بيحركه ليرجع يعمل اعاده دوره كهربائيه للتنفس. فهي تكرارها ممكن تصير مده طويله وقد تؤدي الى وفاه. هلا في كثير ناس بيقول لك انه نام ما فاق، نام ما فاق مو جلطه، نام ما فاق لانه توقف تنفسه وما في جنبه حدا بالغرفه فما حسوا عليه، فاقوا الصبح لا والله مع السلامه. بس حتى كمان دكتور ممكن ينزعج هذا الشخص اللي عم يشخر اذا انت فيقته، لانه تكون قطعت له السيمفونيه اللي هو طبعا هو اللي احسن ما نحن ننزعج، بس احسن ما يختنق اولا، وثاني شيء احسن ما الثانيه تهج تروح على بيت اهلها مثلا. تمام. ختاما دكتور بدنا نعطي الحل والعلاج، قلنا العلاج قد يكون جراحي بنسبه كثير كبيره غالبا هو تصليح وكيف بيكون العلاج آليته تصليح السبب قديش بده مده نقاهه، وممكن تنكس الحاله ممكن بعد ما نعمل له عمليه جراحيه يرجع يشخر؟ طيب هلا العمليه هي دائما عمليه تتعلق بالانف ذاته، تصليح الوتيره بالدرجه الاولى وتصغير الزوائد الانفيه او القرينات باللغه الطبيه. عاده ما بتنكس، اذا نكست بيكون سببين، اما خطا جراحي الجراح مع احترام لكل الجراحين ما عرف يصلحها مضبوط، او المريض تعرض خلال شهرين بعد العمل الجراحي لرد مباشر على الانف فرجع مال او رجع انكسر او انحرفت الوتيره. فاذا لا هالشرطين تامنوا يد جراح ماهر وبيعرف اسس الجراحه، زائد مريض مهتم بصحته، فغالبا ما بتنكس ابدا. امتى بيرجع بيشخر؟ اذا رشح رشحه قويه 4-5 ايام مثلنا كلياتنا انه بنسد انفنا، بناخذ علاج بسيط مع قطره، بنلاقي بعد 4-5 ايام رجع سلك الانف تماما ما عاد في مشكله. فالعمليه ناجحه بشرط انه تتحقق في الشرطين السابقين، وما لها حل ما لها بديل اخر. وبنصح فيها لانه بالاخير بدي يساويها، بيساويها بصحته احسن ما يساويها ويلحق له كم سنه تماماً مرتاح وينام بهنا تماما، يرتاح ياخذ اكسجين كافي ويرتاح بالنومه مع شريكه حياته او مع اي واحد عم يشاركه الغرفه. تماما. ختاما دكتور ما ضل غير نتشكرك ونتشكر وجودك معنا والمعلومات يلي قدمت لنا اياها لليوم. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا دكتور نبوغ، يعطيك العافيه. فريق سماع اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا من نلاقي حدا بنقول له مثلا انت بيت مين؟ بيقول لنا بيت فلان، بنقول له والله والسبع تنعام، مو النعم الواحد والسبع تنعام، كلمة شعبية متداولة بمعنى انه شخص صاحب نسب وحسب مهم، وبيقولوا له مثلا السبع تنعام، ليش سبعة مو ستة مثلا؟ ليش مو ثمانية؟ وكثير من الناس بيعتقدوا انه هاي الكلمة بتأدي لنوع من المدح وتوصيف للأشخاص الجيدين بالمجتمع، بس القصة الحقيقية وراء هالكلمة وهالعبارة بنرجع فيها للزمن مع سارة مرتضى نعرف شو أصلها وشو فصلها. سمعان بكلمة السبع تنعام؟ شو هو؟ السبع تنعام؟ ايه سمعني فيها؟ لما بدي اتعرف على حدا أو لقاء أول بيعرفني باسمه وكنيته بقول له والله والسبع تنعام. السبع تنعام نعم سمعان فيه. وقت يكون واحد عم بيحكي له عن فلان فلاني ويزكي فيه بقول له والسبع تنعام، بيزكي بشخص بقول له والسبع تنعام. السبع تنعام منك ومني او مني ومنك. انا واحد هيك مدلل كثير تربايته حلوه بقول له السبع تنعام. ومن نعم منك. بتفرق عن السبع تنعام؟ لا
نفتة. ما بتفرق معك؟ لا ابدا. هلا هلا والنعم منك وحده، سبعه نعم سبعه. اقوى ممكن انه مقصل وهيك. السبعه نعم كلمه شعبيه متداوله بمعنى إلنا الشرف بمعرفتك، انتشرت خلال الحرب العالمية الثانية بين أهالي الشام. مين أول حدا قالوا السبعة نعام أو شو القصة؟ أجدادنا، بنسأل أجدادنا. إلى حين شباب صغار لسه ما بنعرف القصة. هلا والله أنا كوني من درعا يعني هاي الكلمة عندنا شائعة كتير بأي بأي حدا أو أي اجتماع أو تعرفت على شخص. أنا شهري كمان مدير الزور نحكيها. شامي قديمة يعني أهل الشام من زمان. كان يتداولوا هالكلام بين بعض. مكان ظهرت ممكن بيئتنا نحن بيئة الشامية القديمة. ما في شيء هي الكلمة عفوية نحن بنقول يعني مين ما كان شعبنا كله هيك بيقول عفوية يعني. ممكن يكون القصة. لا لا ما القصة من مرة نهائي. بتقول القصة إنه السبعة نعام هي لشخص ما إنه منيح. أنت شو رأيك؟ لا ما بتصور ما بيقولوها. مستحيل. أبدا مستحيل. فبتقول له السبعة نعام يعني مثل ما بتمقلس عليه. عرفت كيف؟ بس مو إنه معناتها هو منيح لا. لا أول مرة بسمعها. مستحيل. إيه طبعا. السبعة نعام إلها قصة طويلة. كان يا مكان بأيام السفر برلك والي حكيم طلب منه الباب العالي سحب شباب الشام على العسكرية. اجتمع الوالي مع وجهاء الشام لا يعرف كيف يتصرف بطريقة أقل ضرر على الشباب وعلى أهلهم. وبعد التفكير والنقاش والمشاورة اتفق الوالي مع المتصرف إنه مختار كل حارة مع الموظف بيسجلوا أسماء الأشخاص لسحبهم على العسكرية. فكان القرار أنهم يبعثوا الشباب يلي بيعملوا مشاكل بالحارة بس. فقرروا يقولوا عن الآدمي النعم منه وما يبعثوه، أما صاحب المشاكل والسبعة نعام ويسجلوا اسمه. تخيلوا أنه الكلمة طلعت هيك ولصاحب المشاكل. هلأ رح نرجع ننضم للشيف بوشرى نبلش بتاني طبق. تفضلي يا شيف. شكرا. رح نبلش بالطبق التاني اللي هو الباستا مع بيستو السبانخ. رح نبلش بالمقادير. عندي نص كيلو باستا بالشكل اللي بدنا اياه، انا منقي هذا الشكل اليوم. كمان مسلوقه نص سلق. عندي 3 جرز سبانخ، عندي ربع كوب لوز ني، عندي توم حبتين، ملح وفلفل، وعندي زيت زيتون تقريبا رح استعمل منهم 4 معالق، وعندي جبنه قريش. هلا هي الجبنه انا محضرتها من قبل ونحن عملناها بحلقه من الحلقات. بعد ما حضرتها خلطت معها شويه سمسم وحبه بركه. هلا برجع بعيد على السريع كيف نحن ممكن نحضرها لهي الجبنه. هلا قبل ما بلش بمقاديرنا، هي الوصفه الاولى صارت جاهزه لتنحط بالفرن بعد ما عملتهم لفائف. حطيت الصوص اللحمه اللي حضرناه مع البندوره وحطيت على الوش اشقوان. وهلا وقت التقديم يعني قبل ما اقدمها بتقريبا بشي 10 دقائق بحطها بالفرن بس لبين ما تذوب الجبنه، وبتكون المعكرونه كملت استوى من الصوص اللي حطيناه معها. هلا رح بلش هون بوصفتنا الثانيه. طبعا قبل ما بلش رح احكي شوي عن البيستو. هلا هو اساس البيستو يكون عندي ريحان، يكون عندي صنوبر، ثوم، زيت زيتون وملح وفلفل وجبنة بارميزان. هلأ هذا الأساس تبع البيستو، بس بعدين صار في عنا كتير اشتقاقات من صوص البيستو. صار فينا نستبدل الريحان بأي نوع تاني من الأعشاب الخضراء مثل السبانخ، البقدونس، الكزبرة. الصنوبر كمان فينا نستبدله بأي نوع مكسرات تاني مثل اللوز، الجوز. بس التوم عندي أساسي، الملح والفلفل وزيت الزيتون كمان أساسيين. بالنسبة للجبنة كمان أنا ممكن استبدلها بأي نوع جبنة. أنا عم استعمل جبنة اليوم تكون طرية شوي لحتى تساعدني أنه تندمج مع باقي المقادير وتنخلط مع الباستا. رح بلش أطحن السبانخ أول شيء طبعاً بالخلاط أو بالهاند ميكسر. هلا وانا عم بطحن رح ضيف الثوم
حبتين ثوم تقريبا، وراح اضيف شويه زيت زيتون بس لحتى تساعدني بالطحن كمان. تقريبا صارت السبانخ جاهزه عندي، اكيد بتاخذ شويه وقت بالطحن. هلا اللي رح نعمله انا رح احطهم على النار، السبانخ مع ملح وفلفل، ورح احط شوي من الجبنه، نص كميه الجبنه تقريبا رح احطهم مع السبانخ. بس بلشوا يغلوا رح اضيف اللوز ورح اطحنهم. هلا لما تضيف اللوز وهن مبلشين عم يسخنوا بصير عندي اسهل اني اطحن اللوز معاهم. طبعا عم استعمل لوز ني، هدول رح يرجعوا ينطحنوا بالمرحله الثانيه. بعد ما ضيف الجبنه مع اللوز واطحنهم منيح رح ضيف الباستا اللي هي مسلوقه نص سلق عندي، واتركهم بس لحتى يغلوا شوي و ترجع تسخن الباستا. مثل ما قلت انا الباستا عندي هي مسلوقه نص سلق. هلا بالنسبه لهذا النوع انا ممكن بعد ما تنسلق عندي ضف لها شويه زيت لحتى ما تلزق ببعض، هذا النوع ما عندي فيه مشكله. هلا هون رح احط نص كميه الجبنه معاهم. مثل ما قلت هلا بس بلشوا يسخنوا رح اضيف اللوز وارجع اطحن شوي كمان. رح أذكر على السريع نحن الجبنة القريش كيف فينا نعملها. تقريبا كيلو حليب مع كوب كريمة، بغليهم على النار، بحط لهم خل، بحط لهم خل أو عصير ليمون حسب أنا شو بحب، يعني تطلع نكهة القريشة عندي. خل، عصير ليمون أو حتى شوية لبن. بعد ما تفرط بصفيها منيح وبتركها يعني لبين ما تتصفى بمصفاية ناعمة. ممكن صفيها على مرتين على مرحلتين، وبعدين ممكن ضيف لها شو الاضافات اللي بدي اياها. مثل ما قلت لكم انا اليوم ضايفه شويه حبه بركه وشويه سمسم عليها لانه بيطلعوا طيبين مع هي الوصفه. هلا هون مثل ما قلت بس يبلشوا يسخنوا عندي رح ضيف اللوز، بس يندمجوا المكونات رح ارجع اطحن اللوز معهم شوي، بعدين رح ضيف الباستا تبل بملح وفلفل، وطبعا بيكون صار الطبق جاهز عندي. هلا لبين ما يسخنوا عندي وضيف الباستا ضيف اللوز عفوا، رح اذكر على السريع نحن الطبق الاول لفائف السباجيتي كيف عملناه. اول شيء السباجيتي سلقتها نص سلق، بعد ما انسلقت عندي بردتها دغري بمي بارده ومديتهم حطيتهم بصينيه على شكل طولي لحتى يسهل عندي اللف، بعدين لفيتهم وانا عم حط لهم شويه مي، لفيتهم كلفائف. الصوص كان عباره عن بصل، ثوم، لحمه ناعمه، بندوره، رب البندوره، ملح وفلفل، وزعتر يابس تقريبا معلقه صغيره. بعد ما استوى طبعا قليتهم كلهم بزيت زيتون، بعد ما استوى عندي الصوص مثل ما شفنا حطينا تقريبا مقدار معلقه على كل حبه سباجيتي وشويه قشقوان على الوش. ووقت التقديم هلا هذا الطبق انا ممكن احضره قبل بيوم، حطه بالبراد، واذا عندي مثلا ثاني يوم عزيمه او يعني ما عندي وقت اني احضرها من الصبح بحضرها قبل بيوم بحطها بالبراد، ووقت التقديم بحطها شوي بالفرن لبين ما تسخن المكونات وتذوب الجبنه وبيكون صار جاهز عندي. يا شيف يعطيكي الف عافيه. اهم شيء تذوب الجبنه فوق المكونات، هذا المنظر لحاله يثير الشهيه حتى ما نندم
خاصة اللي عم يعملوا ريجيم بهالأيام. خلينا نروح لنشوف تمارين رياضية ممكن تساعدنا على حرق السعرات الحرارية الزايدة وتعطينا اللياقة والدفء بكل نهارنا. رياضة الصباح صارت جاهزة. صباح الخير، معكم كوتش ليندا رومي من أبتاون سبورت أكاديمي. اليوم رح ناخد مجموعة تمارين لللور بودي. هناخد هاي الوضعية، وضعية القطة، راسي للأمام مستقيم، ظهري جالس. حنبلش مد الساق بهذا الشكل وبرفع عدتين لفوق، واحد اثنين لتحت، واحد اثنين لتحت، كمان اثنين لتحت. up up down up up down، كمان down. ستة سبعة ثمانية تحت. هلأ رح أخذ زاوية ونعد كمان عدتين لفوق تحت، واحد اثنين لتحت، كمان اثنين. up up down up up down، كمان down. خمسة down up up down، اثمان down. هلأ رح دخل الرجل للداخل الساق وارجع اطلع فيها مد، اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثمان. هلأ رح اعمل سيركل، واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة اثمان. هلأ هعمل سيركل بالعكس، واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة اثمان. هلأ رح اخذ الساق جانبا ونعد، واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمان. رح ريح واحد، ريح عضلات ظهري بهاي الطريقة. اثنين، الرأس للأسفل مقعر الظهر، بنرجع بنطلع. ثلاثة، بكفي أربع عدات، بننتقل للجهة الثانية. كمان مد فوق عدتين تحت، اثنين فوق تحت، ثلاثة up up down، أربعة up up down، خمس down، ستة سبعة ثمان down، زاوية، واحد اثنين لتحت، اثنين اثنين لتحت، ثلاثة ثلاثة down، أربعة أربعة down، خمس خمس down، ست ست down، سبعة سبعة down، اثمان down. هلأ هأرجع الساق للداخل للخارج، مد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان. هلأ هنعمل سيركل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان. هلأ سيركل بالعكس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان. هلأ حمدها جانبا، واحد حاول وصلها على القدر المستطاع لكل مين واللي يونه عنده.
أربعة مهم مفرودة جانبا، خمس ست سبعة ثمان، وبرجع كمان بريح الظهر بهاي الطريقة وبطلع واحد اثنين ثلاثة أربعة. هلأ رح أنزل بهاي الوضعية للأمام، أنا هيك بشغل بطن وعضلات الظهر والجلوتس والهامسترينج. اثنين ثلاثة أربعة خمس ثمان، بحاول ثبت بتمنى تكونوا استفدتوا من تماريننا لليوم. لاقونا بحلقات جديدة، يعطيكم العافية. جوائز ذهب بالملايين بانتظاركم كل أسبوع ببرنامج صباح الخير على قناة سما. ما عليكم إلا تبعتوا مسجات متضمنة كلمة ذهب على 1155 من أي خط سيرياتيل، وجاوبوا أكثر على الأسئلة اللي رح توصلكم لتزيدوا فرصكم بالربح. سحب مسابقة ذهب بالملايين رح يبلش بعد لحظات بإشراف المؤسسة العربية للإعلان. خليكم معنا. مثل ما خبرتكم نور، كل أسبوع حيكون معنا جائزة ذهب بالملايين، مليون أو مليونين، والأهم أنه بمناسبة عيد الحب قدمنا 20 جائزة قيمة كل واحدة نص مليون تقريباً، والكلهم كانوا 10 مليون ليرة سورية. ولحتى تكونوا محظوظين وتربحوا معنا، بعتوا مسجات على 1155 من أي خط سيرياتيل طول أيام الأسبوع، مو بس وقت اللي عم تشوفونا يوم الأحد بصباح الخير على قناة سماع. هالمسج لازم تتضمن كلمة ذهب، وهيك بتكون احتمالات الربح أكثر. اليوم الجائزة معنا ذهب بقيمة مليونين ليرة سورية. رح نشوف فوراً من دون ما نضيع وقت مين هو صاحب الحظ يلي رح يربح معنا مليونين ليرة سورية لليوم. العداد صار على الشاشة، رح نقول ستارت. ستوب ستوب. 0938 298 334، 0938 298 334. ألف مبروك لصاحب الرقم يلي شفناه سوا على الشاشة، ذهب بقيمة مليونين ليرة سورية. أكيد ورد. هلأ زملائنا بالكنترول رح يتواصلوا معه لحتى نتعرف عليه، ولبين ما يصير الاتصال جاهز معنا بدنا نرجع نذكركم لحتى تدخلوا السحب معنا ضمن مسابقة ذهب بالملايين كل أسبوع ببرنامج صباح الخير. بعتوا مسجات متضمنة كلمة ذهب على 1155 من أي خط سيرياتيل، وجاوبوا أكثر على الأسئلة يلي رح توصلكم لتزيدوا فرصكم بالربح، ويمكن تكونوا من أصحاب الحظ السعيد. حلوين يبلش شهر جديد بمليونين ليرة سورية. الاتصال صار جاهز معنا. صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا أستاذي، صباح النور. أهلا وسهلا فيك، معك ورد صباغ ونور يوسف من قناة سما الفضائية، برنامج صباح الخير على قناة سما. عم نتواصل معك لنخبرك خبر حلو ببداية هالشهر. مين حضرتك؟ اسمك الثلاثي. عز الدين يوسف شاشع. عز الدين يوسف شاشع. يوسف شاشع، من وين عم تسمعنا صديقي؟ والله من الشارع. عم تحضرنا؟ اوكي اوكي، من الشارع. بس من اي محافظة؟ انا من حما، بس مقيم بدمشق. من حما ومقيم بدمشق، اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله الف مبروك يا رب. بنقول لك ربحت معنا مليونين ليرة. اكيد شركة سيرياتيل رح تتواصل معك لتقدم لك الجائزة. ربحت معنا ذهب بقيمة مليونين ليرة. شكرا كثير لانك شاركت بالمسابقة. حضرتك مشارك بالمسابقة على 1155 وبعد كلمة ذهب. اي والله صح، يعني بلشت شهرك الجديد بذهب بقيمة مليونين ليرة. شو رح تعمل فيهم؟ عندك فكرة ولا لا لسه؟ والله تعرف للبيت.
للبيت. الله يبارك فيك. للبيت وللعائلة، الله يحمي لك عائلتك ويحمي لك بيتك يا رب. ألف مبروك لك صديقنا عز الدين شعشع، هو رابح معنا اليوم ذهب بقيمة 2,000,000 ليرة سورية. بدنا نرجع نذكركم إنه سوريا تيل رح تتواصل مع الرابحين تحت الهواء لحتى تخبرهم كيف ممكن يستلموا جوائزهم. طالما حضرتك بدمشق فالأمور ميسرة أكيد. انطرونا الأحد القادم بجائزة ذهب إمتى؟ 1,000,000 ليرة سورية. أكيد وردو، نحن أكيد بدنا نرجع نذكركم إنه قبل مسابقة ذهب بالملايين كان عنا مسابقة اسمها ألوف وملايين، وبمناسبة العام الجديد 2020 ربحنا جائزة ذهب بقيمة 10,000,000 ليرة. خلونا نشوف الرابح كيف استلم جائزته تحت إشراف المؤسسة العربية للإعلان. رجعت التلفزيون طلعت مسابقة اسمها ألوف وملايين، والله تكبس واحد 5 سنين كبسنا واشتركنا بالمسابقة وظلنا نتابع بالمسابقة وبدت رسائل. في رأس السنة سهرنا، والله كنت الصباح أنا نايم تقولي على التليفون ونايم بفرقتي، قالوا لي أنت مشترك مسابقة ألوف وملايين، قلنا نعم، قال مبروك ربحت 10,000,000. ما عملت مزحوا معي، فكرت شي حدا يعني عم يمزح معي من الجيران من كذا، قال لا والله عن جد يعني انت ربحان المسابقه وكذا. والله تفاجئنا فيها وفرحنا بطلعنا، فيقت العائله كلها بالبيت وطلعوا كلياتكم يلا والله ربحنا هال 10,000,000 وعن جد وما مزح وكذا. والله مو كثير فرحنا وكثير انبسطنا والحمد لله. صباح الخير. الو. صباح الخير. الو. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك صديقي، معك ورد ونور ببرنامج صباح الخير على قناة سما الفضائية. عم نتصل فيك باول نهار من السنة بساعات الصباح الاولى لحتى نقول لك الف مبروك لك، ربحت معنا 10,000,000 ليرة سورية. الله الله يبارك فيك ويخليك يا رب. والله انا بدي اشتري بيت بالعشرة مليون، ونشكر اذاعة قناة سما وشركة سيرياتير والمؤسسة العربية للإعلام، قاموا بواجبهم على أكمل وجه، لأحلى شركة وأحلى مؤسسة. ومع بداية الشهر الجديد شهر آذار لل 2020 كيف هي توقعات الفلك لكل الأبراج ال 12؟ مدام نجلة قباني رح تخبرنا. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، أيامكم سعيدة، بداية شهر جديد بتمنى سعيد للجميع. طبعا هاليومين بالذات يعني يحتسبوا من الشهر السابق، لأنه ابتداء من 3 بالشهر رح يكمل تراجع عطارد ولكن في الدلو وليس في الحوت. هلأ عم يتراجع في برج الحوت، يعني لسه في تعب لمواليد برج العذراء، مواليد برج الجوزاء ومواليد برج القوس. هلا انا بعتبر ابتداء من 3 بالشهر الامور رح تباشر تحسن بالنسبه لهم، حتى 16 بالشهر ليدخل عطارد يرجع مره ثانيه على برج الحوت، هي هاليومين يعتبروا الاتعب بالنسبه لهم. المريخ في برج الجدي الى جانب المشتري، طبعا المريخ بيحذر مواليد برج السرطان، مواليد برج الميزان ومواليد برج الحمل على المستوى الصحي، مثل ما دايماً منقول لألك أو لمن حولك. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل لهي الأيام، أيام للصرف أكثر من اللجم، مع أنه وجود زهرة في برج الحمل ببرجك يعني عم بيخلي الأمور بالنسبة لألك مالياً جيدة، وما بعرف إذا عم بتفكر بشيء تعويضي بالنسبة لألك على الصعيد المالي، بس هو بالمجمل عم بيكون هاي الفترات لإسراف ليس له داعي أو صرف أكثر من دخلك. أنا أقولي تكتب اللي بيلزمك بالصرف على ورقة لأنه أمورك رح تكون أفضل بالمجمل، يعني ما تزيد الصرف عن اللازم. مولود برج الثور اليوم عم بيحقق نجاح والأمور لقاله جيدة بالمجمل، ما بعرف إذا في اجتماع مع زملائك أو في شيء عم تتركه ينضج لتلاقي حلول، بس الحقيقة اليوم في شيء عم تحكيه أو عم تعمله بمكانه الصحيح وبالتوقيت المناسب، والحظوظ بالمجمل مساعدة، بكفي عندك تفاؤل ثقة بالنفس في أبكير. مولود برج الجوزاء لسه الأمور ما كتير مريحة بالنسبة لك،
أنا بقول لا تضخم الأمور الصغيرة، خلي الآخرين يكتشفوا أخطائهم بمفردهم. هلأ اليوم للمساء أمورك أفضل، بكرة أمورك أفضل بكتير، بس اليوم بالذات بالنهار كأنك تنتظر تترقب، كأنك غير راضي، كأنك شوي عصبي، يعني الأمور ليست في أفضل حالاتك. خذ مني نصيحة مولود الجوزاء، مارس الحوار الهادئ وإلا فالصمت أزبط. مولود برج السرطان يوم اجتماعي بامتياز، صار لك يومين ثلاثة عم تزور أو تزار أو عندك سفر محتمل أو دعوة تسعدك أو قصص العلاقة بضيوف مثلاً، بعلاقات مع الآخرين حواليك، الأهل والأصدقاء والأحباء. يوم بالمجمل جيد لمولود برج السرطان. بالنهار ما كتير مرتاح مولود برج الأسد، هلأ في ضغط لمحاسبتك أو في حدا عم بيضايقك أو أنت عم تحاول تتمسك بمن تحب وعم تحس في حواليك نوع من أنواع الاتهامات أو اللوم. أنا برأيي عبر عن مشاعرك بحرية بس بلطف ودبلوماسية وليس بعصبية. مشكلة مولود برج الأسد أنه من محبي الكمال، جماعة اللي على المسطرة هو والعذراء، فلذلك هاي الأيام ما عم بيكون في شيء على المسطرة عموماً. مولود برج العذراء اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، على الأقل لترتب أمورك مثل ما بدك ولتوصل لآخر نهار تقول أنا قمت بإنجاز. هلأ أنا برأيي اليوم يوم نقاشات في مؤيدة لألك، ترقية أو شؤون مهنية أو تعبير عن العواطف، والأكيد أنه هاي الفترات أصلاً هالثلاث أيام أربعة أيام يعني كانوا حلوين لحوارات أو اجتماعات أو سفر. بكرة تقريباً آخر يومين للتعب لمولود برج العذراء. مولود برج الميزان الأمور بالنسبة لك أفضل، سواء كان لمساعدات مادية أو معنوية. يوم فيه تفاصيل إيجابية، فيه علاقات بمن تحب، رغم أن وجود المريخ في الجدي والزهرة في الحمل عم بيخلي الأمور ما كتير الأريح عائلياً أسرياً عاطفياً، بس اليوم بالذات للمحبة للدعم، وعندك يومين ثلاثة لخطوات ناجحة. مولود برج العقرب لسه الأمور ما كتير مريحة، صار لك يومين ثلاثة في شي عم بتأجل، في شي عم بتأخر، في شي مو على مرائك، مو مثل ما أنت بدك، يعني اللي عم تنتظره هالقد واللي عم بيصير معك بهاي الفترات هالقد. هلأ أنا بعتبر أيام عابرة، لأنه أنا برأيي الشهر بمجمله شهر جيد ما نسيء، ما رح تندم عموماً لأنك صبور. مولود برج القوس اليوم الأمور العلاقة بمسؤوليات، ما بعرف إذا في شيء صحي عابر، هاي الأمراض العابرة بالمجمل، بس اليوم بالذات يوم فيه حدا ممكن يكون بالشغل عم بيحد من طموحاتك، عم بيشغلك أكثر مما يجب أو عم يطلب منك أعمال أو كسرة مسؤوليات، وما لك طاقة اليوم، كأنه ما كتير لك خلاق مولود برج القوس، بدك تعمل شيء مختلف والظروف ما عم تكون مساعدة. هذا طبيعي على كل بتراجع وطارد، على الأقل في برج الحوت. هلأ هاليومين آخر أيام التعب يفترض، بعدين بتبلش الأمور تريح. مولود برج الجدي يوم فيه صياغ للتفاهم مع من حولك عموماً، أو فيه إنجازات على الأرض قد تسعدك. اليوم فيه خطوات مركزة، سيطرة على أمورك، تعديلات بوضعك المهني أو الشخصي، أو بدايات جديدة. أنا بعتبره يوم جيد بالنسبة لك، أنت على غير العادة، طبعاً على غير العادة بالمطلق أنه في عندك تواضع ومرح، هاي الصفتين نهائياً ما أنا من صفات مواليد برج الجدي. مواليد برج الدلو اليوم عنده نوع من أنواع الصدامات، هلأ صار له يومين ثلاثة عم بيحاول يبعد عن المشاكل، بس المشاكل عم تركض لعنده، ما بعرف قدي قادر تصدى قدي قادر ما تصعدها، بس أنا بعتبره اليوم في عصبية غير مبررة، أو ممكن يكون سفر محتمل، حدا من أفراد عيلتك أو أصدقائك شوي زعجينك، يعني عندك نوع من أنواع الخوف أو القلق. مولود برج الحوت اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، فيها نوع من أنواع السعادة، حركة، نشاط، أخوة، أهل، أصدقاء، ناس أنت بتحبهم بالمجمل، يعني الأمور بالنسبة لك بمجملها إيجابية، لأنه فيها تغييرات وفيها ناس أنت بتحبهم موجودين حواليك. خليني عايد مولود مواليد واحد آذار، متردد، مرتبك لكنه غير متكلف وغير متصنع.
ناتج دائما تردده، ناتج عن خجله، حدا خجول بالمجمل، لطيف بيحاول ما يجرح حدا، انسان لطيف بالمجمل، خيالي، اميل للمثاليه، شوي عنده وسوسه، يعني قصدي ما بيسلك طريق الا اذا حس انه امن، الا اذا حسبها من كل النواحي. عموما وقت اللي بتحكي بتلاقي، وقت اللي بيحكي بتلاقيه لبق وحذر ولطيف، وبيحاول انه ما يطلع عن حدود اللباقه. عموما مولود اذا ما تامن له الحب والحنان بتلاقوه شخص كثير لطيف، كثير محبوب من الاخرين، مرح ونكتي على كل الاحوال، انيق، ولتاثيره يعني ايجابي دائما على الاخرين. سن الحواجز لا وجود لها على الاقل هالثلاث شهور القادمه، في شيء ممكن يكون جيد، مع انه انا بقول مولود برج الحوت اغلبهم عنده نوع من انواع التغييرات العائليه هذا العام، فانا اقولي كثير بدك تنتبه على امورك العائليه، ما انك يعني وارد التغيير، انا قصدي اما امورك المهنيه فالسنه سنه جيده لترقيه او لسفر او حتى لانفتاح على الاخرين. بالمجمل الاشهر القادمه اشهر جيده، وانا باكد لك اذا اراد رب العالمين انه افضل عموما من السنه الماضيه. رسائلكم على 18:45. يعني حسان وماجدة عم تقلي انه ممكن يكون في انفصال، هو 59 وهي 68. ماجدة هلا بهذا العمر عم تفكري تنفصلي من كل عقلك؟ ماجدة ليه روحي؟ يعني قصدي دائما بعد 50 55 نحن نجنح الى انه نحن نركز، نقعد مع عائلتنا، خلص ما منعود الاخطاء منشوفها مثل ما كنا نشوفها ونحن صغار، ومنخفف صدامات ومنشوف الامور بقى بعقل اكثر. ما بعرف انت ليش عندك نوايا اصلا للانفصال، انا بشوف انه في عندك تحقيق امنية هذا العام، بس انا لا اتمنى بالمجمل لانه هو ما نو سيء. يعني انا بقول الرجل بهذا العمر اذا بيجيب له كيلو خيار كيلو بندورة يعني مشان شو طلقه مثلا؟ مشان شو ناوي يتجوز واحد ثاني؟ اكيد لا. تفضلي. انا بحب قناعتك بالحياه يا مدام. لا روحي. طب هلا هي مولدها 68، قد ايه عمرها؟ يعني 50 موس تقريبا. 52 تقريبا. طب هلا انا بدي طلق، يا الله. طب شو كنت عم تعملي بال 20 سنه الماضيه؟ بلكي هو عامل عمله. فاقمت الامور بهذا. ايه بهذا العمر بس فينا نغفر. روحي فينا نغفر. 50 مو عمري 15 سنه انا لما اغفر. طيب مسجات من عند نور. رح اخذ مسج من لوسي عم تقول يوم عيد ميلادها، كل سنه وانت سالمه. لوسي بنت فاطمه 1378، حابه تعرف عن كل شيء. يعني 78 عنده سنه ضاغطه بالمجمل يا لوسي، اكيد سمعتيني وانا عم عايد مولود اليوم، بس هو 78 سنه فيها خنقه، يعني فيها قيد جديد، فما بعرف اذا ظروفك تسمح بارتباط لو مانك مرتبطه، هي قيد. البيبي قيد، الترقيه قيد، فما بعرف انت شو عندك قيد، بس انا بظن القصة عائلية عموما، يعني بالمجمل من القصص العائلية اللي شغلتك هذا العام. صباح الخير لعامر العبد الله مولده 99. عامر سنة للحظوظ القصوى، خاصة بقصص مالية عقارية. ما رح اقول انه يعني في شيء عاطفي مو منيح او مهني، لا، بس انا بقول مركز الحظ هذا العام الامور العقارية والمهنية، فشوف شو حابب بارك لك. مثلا رقية مع محمد 94 وهي 2001. رقية روحي، يعني أنا ما كتير بشوف العلاقة سيئة، أنا بكره أقول هيك عموماً لأنه بعرف أنه إذا حابين أو مستقرين فيجي حدا يقول لي مالك بالعلاقة الأفضل حأكرهه، بس روحي أنت حدا منطقي وعقلاني، يعني ككل مواليد برج الجدي خدي وقتك رقية، ما تستعجلي على هيك قصة، لأنه أنا في عندي مشكلة حقيقية وقت بيكون البني آدم عنيد وما بيعمل غير اللي براسه وما بيقدم كثير تنازلات كأنتي يا رقية، ما بتمنى له علاقة سيئة أو ما بتمنى له علاقة غير مريحة. هلأ في أشخاص متكيفين وسهلين بالتعامل، هدول الأشخاص حتى لو تزوجوا أشخاص ما كثير مريحة العلاقة تمرق، يعني تصير لها خناقة، بس بالأخير بدها تصير القصص كثير على حسابك، لست في إحدى العلاقات الأفضل، مع أنه في حظوظ هذا العام، هيك الله يقدم لك فيه الخير. مشكلة إنه العلاقة هاي للصداقة أكثر منها للزواج. سامر جوهرة، يعني هلأ إذا بدنا نحكي عن الحظوظ، في حظوظ مساعدة، وبرجك برج العقرب، بس يعني بالمجمل ما في شيء اسمه إنه أنا أنجح بالحظ، بدي أنجح بالدراسة
وانت عم تدرس؟ يعني متاكد انك عم تدرس؟ اشك بذلك. طول ما عم تشوف الابراج فانا اشك انك عم تدرس. يلا اذا عمل بريكو صباحي على وقتنا. لا تصدقوا هدول جماعه التاسع، اذا لسه تاسع هو عم بيسالني على الخز. شو تارك للبكالوريا او للجامعه؟ لا ما عليه، يا رب كل التوفيق لكل طلابنا. شكرا يا مدام. شكرا كثير لك يا نجلاء. واكيد نرجع نذكركم مشاهدينا بالهاشتاج يلي طرحناه ببدايه حلقتنا ويلي بيقول هل وجود الاخت بالاسره بيجعلها اكثر سعاده؟ ابرز الكومنتات يلي وصلت على البوست رح نستعرضهم بهالماده. ختام صباحنا دائما من عند الشيف بشرى. عم نشوف الاطباق، فرجينا نشوف لفائف السباجيتي، الطبق بشكله النهائي تمام، والسباجيتي مع المعكرونه مع بيستو السبانخ. اوكي، يعني اشرحي لنا طريقه التقديم كيف سويتي بالاخير. هلا يعني هنا شافوا المشاهدين انه قبل ما فوت على الفرن كيف صار شكلها، حطيتها بالفرن مثل ما قلت، بس بين ما ذابت الجبنه ورجعت سخنت المعكرونه مع الصوص، زينتها بالبصل الاخضر، يعني حسيت انه بدها لون اخضر نكسر للصحن. بالنسبه للباستا مع بيستو السبانخ كمان سكبتها وزينتها بالجبنه القريشه نفسها على شكل دوائر وشويه بصل اخضر. شي فاخر على الاخر. شو رايك نجلاء؟ ياخذ العقل، يعني معكروني لون اخضر تاخذ العقل بتجنن. يعني لا بدك تسكبي لحتى نشوف هذا الاخضر. تعال طبعا انا مدينا الصحون لبين ما هيك صرنا على الهواء. انا بموت على المعكروني على كل الاحوال، بس بالسبانخ لا، بالمعكروني عموما، بس ما طبختها ولا مره بسبانخ. هلا رح تجربيها اذا حبيتيها بدك تجربيها. بدنا نجربها اكيد ونعطيها للشيف. اصلا الشيف ما عنده شغله غير تخليني روح جيب غراض ونجرب، هيك دائما بتعمل. يا ريت نفضى نطبخهم مو مدام. يسلم ايديك شي قوالب شي مدري شو هيلا. هلا بدك تسكبي من الاثنين، بس خلينا نحن نختم مع المشاهدين. لهم مشاهدينا بيكون مشوارنا الصباحي خلص معكم، بيتجدد موعدنا معكم بكره، تبقوا بالف خير. بكره نهار جديد وصباح جديد مع ضيوف مميزين كالعاده وطبخات الشيف بشرى والتفاؤل اللي بناخده من مدام نجلة يوميا. تبقوا بالف خير.